السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. إن شاء الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله يلقاكم الفيديو بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم الحمص اللي كيرافق المشويات، الحمص ديال المطاعم، سهل ولذيذ بزاف. غادي نحتاجو كمية من الحمص تكون منقوعة 24 ساعة، يعني نهار وليلة، والغد ليه عاد كنبداو كنطيبوه. كنوضعوه في طنجرة بعد ما كيترقد مزيان أو لا كيترطب، غادي نغطيوه بكمية وفيرة من الماء، وغادي نضيفو جوج الفصوص ديال الثوم، غادي نضيفو بصلة كبيرة مشلضة، غادي نضيفو الملحة، وغادي نضيفو كذلك الزيت. هنا الملحة ضرورية باش أن نسرعوا الوتيرة ديال الطياب ديال الحمص، وكذلك زيت الزيتون كتساعد في الطياب ديال يعني القطنيات بصفة عامة. بغيتو تضيفوا واحد النواة ديال التمر، ممكن أنكم تضيفوها، أو العلفة ديال التمر لكم الاختيار. كنخليوه على نار مهيلة حتى كيطيب على خاطرو. هذا الطنجرة العادية كياخد فيها تقريبا واحد ساعة ونص حتى لساعتين ديال الزمن. هنا طنجرة أخرى غادي نحضرو فيها الصلصة، غادي نوضعو زيت الزيتون أو زيت المائدة، بصلة كبيرة غادي نشحروها مزيان حتى كيتغير اللون ديالها، كيصبح هاد اللون، هذا لون ذهبي، ما كنخليوهاش حتى كتحرق يا البنات، فقط انك تذهب. غادي نضيفو الفصوص ديال الثوم. هنا عندي ثلاثة ديال الفصوص ديال الثوم. الثوم مهم بزاف في هاد الوصفة هادي، اضافة حتى السكنجبير الطري ممكن اللي عندها انها تستعملو. هنا انا ما عنديش، داكشي علاش غنستعمل غير السكنجبير العادي، هادي غير معلومة اضافية فقط. غادي نضيف البابريكا، وغادي نضيف السكنجبير العادي اليابس المطحون. هنا شويه ديال الكمون مع شويه ديال القزبر حبوب، وهنا تحميره حاره، الاولى تحميره حلوه والثانيه تحميره حاره، مع شويه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار. وغنحركوا المكونات كلها مع بعض، ضروري نحركوا هذه المكونات، هذه العطريه هذه. ممكن الا بغيتوا تضيفوا هنا واحد النقيطه ديال الماء، غير واحد شويه باش يتخلطوا لكم العطريه، ممكن انكم تضيفوا نيشان الصلصه. هنا عندي ثلاثه د الحبات ديال الطماطم اولا مطيشه محكوكين، نقصت لهم شويه النواه ديالهم اولا البذور ديالها قبل ما نحكها اولا قبل ما نطحنها، زولت البذور باش تجيني الصلصه زوينه والمذاق ديالها مزيان، وحتى المنظر ديالها يكون مزيان. غادي نغطي عليها حيت شفتوا ان فيها كميه ديال الماء، غادي نغطي عليها حتى تنسجم المكونات كلها مع بعض، وبطبيعه الحال ما كنخليوهاش تحرق، كنراقبوها. كنضيف هنا 3 حتى 4 ديال المعالق من الصلصه ديال الطماطم، ممكن تضيفوا غير معلقه واحده من معجون الطماطم. وهنا كنضيفوا الملحه مع مراعاه الحمص، يعني كندوقوا هو الاول الحمص، ياك ما زيد فيه الملحه عاد باش كنصيبوا الصلصه نزيدو ليها الملح، سينو نخليو الصلصه بدون ملح حتى كنخلطو عاد كندوقو. هذا ندوقو الخليط كله، هذه فقط باش تردوا البال. صافي غادي نخليها حتى كطيب، وهذا هو الشكل النهائي ديال الصلصه بعد ما طابت، وصافي حصلت على القوام اللي انا بغيت. غادي نغطيها ونخليها يعني بالجنب. غادي ندوزو الحمص بعد ما داز واحد الوقت اللي صافي الحمص ديالنا صباح جاهز. كنجربو بهذا الشكل، هذا كنضغطو غير على الحبه، ما خصهاش تكون كتقاوم، يعني فاش نضغطو عليها تكون كما كنقولوا طايبه يعني بزاف. كنزيد هنا الصلصه وكنخلط كل شيء مع بعض، كنخلط المكونات كلها وكنغطي عليها وكنخليها حتى يعني كتعقد، لان باقي يعني هذيك الصلصه فيها الماء، وكذلك الحمص اصلا فيه الماء، يعني انا ما صفيتوش خليته بالماء ديالو. هذا هو يعني كتبان لكم بان راه طاب، ولكن باقي خصو يعقد واحد شويه. هذاك ديال المطاعم ما كيكونش هكذا مايه، كيكون القوام ديالو تقيل. كنغطيه حتى كنحصل على القوام اللي بغيت، وهذا هو القوام ديال الحمص يا البنات. كنقدموه اللي بغات تقدموه كذا عادي مع الخبز، ممكن تقدموه نزينوه بشويه ديال البصله وشويه ديال الحامض، او لا ممكن نقدموه كما كيقدموه في المطاعم. هو بالضبط الحمص كيرافق بزاف الدجاج،
بزاف الدجاج، والعدس كيرافق الحوت واللوبيا مع اللحوم. كما ممكن كذلك الحمص يرافق اللحوم، ولكن كنقول لكم على المطاعم، يعني المطاعم كترافق بزاف مع المشويات، المشويات الحمص مع المشويات. وانا هنا غير قدمت لكم كفرتي، وقدمته مع الدجاج مشوي والرز بالزعفران والحمص العادي اللي طيبنا. كنتمنى الفكره تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، شكرا على متابعتكم.